جديد قدي، طالبة بكلية إدارة الأعمال اختصاص تسويق بالـ AIU. وجودي بالجامعة وبالكلية وباختصاصي بالذات أمن لي فرص عمل كثير مميزة. بلشت موظف بقسم التسويق بأحد الوكالات لشركات عالمية بالموبايل، وانتهيت بإني يكون ماركتينج سوبرفايزر، وهلأ حالياً عم اشتغل براند مانجر بشركة عالمية موجودة بدبي. وجودي بالجامعة والمواد العلمية ومن الخطة الدراسية يلي توفرت لنا ساعدتني كتير بإني أحصل على فرص العمل هاي، عرفتني كتير منيح شو يعني تسويق صح. التسويق مو هو سوشيال ميديا، التسويق مو هو لحتى نحن نضحك على الزبون او نستغله لحتى نوصل للي نحن بدنا اياه، ابدا مو هيك. الجامعه علمتني انه لحتى اكون مسوق صح لازم يكون في منفعه متبادله بيني وبين الزبون، لحتى اكون مسوق صح لازم اوصل له الفاليو، لازم احسسه انه هو فعلا، وهو مو بس اني احسسه اني فعلا وصلت له الشيء اللي هو كان عم يدور عليه وامنت له اياه بافضل طريقه ممكن اني اوفر له اياها. المفهوم الحقيقي للتسويق والخطط التسويقية كانوا الدكاترة كثير عم يحاولوا يفهمونا اياها. بلشنا from A to Z، وحاليا عم يعني انا ما كان عندي اي مشكلة باني اطبقها صح بسوق العمل لاني اخذتها اكاديميا صح. عن جد بتشكر الجامعة اللي وفرت لنا كل هالامكانيات هاي، لانه من خلالها صرت امن لحالي فرص عمل بدون ما يكون في اي واسطات دخيلة على هذا الشيء. شكرا.